عسلامة عسلامة لاباس الحمد لله. أتمنى أروح أي من مذكور العياري أي من العياري بديك. ارتفاع كبير للهجرة الغير نظامية، 51 عملية اجتياز في 48 ساعة. ايش باش نقول لك بالنسبه للوضع تو كيف كيف البلاد يبنيت تعرق، ويعني وضع ما تشوف فيه ما يصرش. نحن تو هنا اللي عايشين في تونس غير اصحاب يعني اللي عنده عائله، مثال عنده بيبيات في جرته ما نجمش. اما تو بالنسبه للشباب جيت تحكي معاه في موضوع يقول لك نحب نعرق، بنيه كيف كيف تبدا تقرا تقول له شنو موضوعك ولا شنو الافاق نتاعك ولا فريات، يقول لك نخرج من البلاد. علاش ربو كان صحيح الناس كلها تحب تعيش لاباس وتحب تعيش متفرده، لكن من الضغوطات من الاخر، الضغوطات اللي عايش فيها الشعب التونسي اللي هذا يقول لك نحب نشوف حل وهو مش حل. صحيح ممكن 1% حل باش يعرق يمشي يوصل مثال ايطاليا ولا فرنسا، وغادي ثم خدم مثال ما تخدمش تو يمشي يخدم، يمشي يخدم الاغلبيه في الريسك، يعني يهرب من الريسك يجي في الريسك. وخي وربي يسترها البلاد هذيا وبلادنا باهيه، اما ما تفهمي منها حتى شيء. ريت تونس عايش الناس كل في دوامة في غيبوبة من الآخر، كل يصلي كل يقري كل ريت يخرج على الصباح يتعامل على ربي عنده معيشة هانو عايش بها ويروح على روح. تو دولة عايشين فيها ماهيش دولة وكاهو، يعني كموضوع أنت مثال توني عندي صغار شنيا نخرج الصباح نخدم باش نجيب لهم القوت نتاعها، صحيح نتبع في الحلال والحمد لله، واللي تبع في الحرام هذيك يعلم بها ربي ولا ربي يتوب عليه، هذيك حكاية أخرى. وبلادنا نتاع دنيا أخرى من الاخر عايشين فيها الفوق، ولت عباد لوطه يعني ما تجيكش غريبه تو مثالك لوطه وقول لك طر وكذا. اسال واش بيا تو عندي بنتي مثال كم اليوم جبتها من المكثره هذه، كما جاش عندي مثال الكوب وعندي باش نداوي بنتي، ما مش نولي حيوان في راسي، مش نولي ننطر نولي نفك موصي ولا نغال. وان شاء الله ان شاء الله البلاد هذه من حسن الى احسن وكاهو، وان شاء الله قيس سعيد هو واعد برشا مواضيع، وان شاء الله تو الشعب هو معايا اللي جيع جيع واللي عريان عريان واللي كذا كذا، وان شاء الله تونس هذه تولي بخير وكذا، وان شاء الله نشوفها خضرا كما الاوراق نتاعها. يعني انت لو ما كنتش معرس وعندك مسؤوليه وصغار وكل شيء، كنت حتى انت تلتجا انك تحرق؟ نحرق. نلقى موضوع شباب وراس اختي نحرق. مانيش متفائل الفئة على خاطر شريت شنو هو؟ تو الواحد عرس ولد صغار حكمه فيا، اما ريت كان جيت عازب وراس اختي نحرق. من الاخر انت ميت لهنا ولا ميت مثال في بلاصه اخرى، بالك شي تنقض عائلتك انت وراك. ريتي حتى نهار اخر مثال باش نمشي غادي نخدم ريسك وما نروحش لتونس، نجم نعيش مثال عائلتي جوا بها، مثال كان خو نحلو مثال قهوه ريستورون اختي كيف كيف مثال بابا نشوف له اي موضوع. يا ما تونس هذه كريت تو ريت اصحاب عم موظفين صدقني يبدو يتبيكوا، ثم شكون العيد من الفري في السنين موظف يعني بشهريه وجوا به، يعني عامل يومي مثال عايشين بقدرة ربي. ليش بقدرة ربي؟ قدرة ربي هذا ثم شكون مثال تخدم معاه يقلبك. تو فهمتني مش يعني كموظف فيكسي وعندك شهرية قارة تتحكم فيها. راهو عامل تحت عيد. ثم ولاد عليا اللي يخلصوك وجوك بها. ثم شكون تتفارق أنت وهي وشوف يخلصك وشوف ليه. ومو صارع كبيرة ياسر بالنسبة لتونس. سيرتو اللي عنده عائلة يكذب عليك ويقول لك راني متفرد والأليز في راسي. أنت ريتي مثال أبسط حاجة امشي أوقفي قدام باب المحكمة. شوف في قمة الطليق شنو هو. وريت نسب الطلاق مرتفعة. شوفي أكثر عباد تحرق، أكثر عباد تحرق هو اللي عنده مشاكل في حكاية النفقة وحكاية الأسرة. علاش مسكين يضرب يضرب ما يلقى شاي، يتلف تلقى روحه في الحابس. علاش ثم ربي فداني. تو ثم واحد يحب مثال صغير ومحروم ما فماش. يحب يعيش أعز عيشة من الآخر، وهو يعيش أعز عيشة. ليك البلاد هذه ما تشجع حتى لشيء. تو أنا مثال في النهار، كي تجي تشوف الصالير نتاعي ما نجمش مثال يقراه موتيد. نعمل لمجه كل واحد، تو فهمت شنو نقصد؟ يعني كي تقاسميها ما تلقاهاش، تلقى روحك ديما مساله. مليون ونص، تلقى روحك مساله في خمس سنين، زوز ملايين ديما مساله من الاخر. 100,000 ساعه ما نحكوش عليها، خاطر ما فهمش نقصد 100,000. والله تونس بيه بيه ان شاء الله يخلونا بركه وكاهو. ريت نعطيك حكايه وقيس سعيد مو يحارب في الفساد، ريت تنحل الفساد، بحول الله بلادنا تولي بلاد بلاد من الاخر وعلى الاخر. خاطرش عندنا عباد تخدم وعندنا عباد نظاف. راهو زي الصوابع هذيك ماهمش كيف كيف. ثم عباد تحب تعيش بالعليل وتخدم. مثال حتى 24 ساعة نجم يخدم لك في إدارة في كذا، وفر له أنت كاهو. شنو توفر له؟ سالير محترم، هو محترم، جود به، يحاول لا يعيش لاباس. هي الحرقة منيش؟ توريت الدولة كاملة تقول لك حرقة حرقة، علاش؟ عباد مش يلاقي باش تتكيف. يتلف تلقى باي وياخذ ما عنده في 5,000 مصروف.
وتلقيه معاق، تلقاهم عايشين عائله كامله في بيت واحد، مشني في راسه مش يدور الحرق. انت تبرر لهم؟ مش تبرر، راه كل واحد وظروفه، راه ريت الجمره نعطيك حكايه ما يحس كان لابس عليها. هو موصل طلع، هو موصل طلع في السقف كان ما يعلم به ربي سبحانه. ريتك يخرج من دارها وتبدا عيلته في بيانا. اعتبر واحد خارج بزنيزه راهو. ما فماش واحد شبعان ويمشي. يمشي كان مسكين الجهال. ودي قوتي يعني من الاخر. يخلط غادي يسيب المربوط خليه يسرع على روحه. فهمت؟ اي ان شاء الله ان شاء الله. اما شبابك تشوف فيه مش ينجم يقدم على مشروع كهرباء مثال عرس. يحب عنده 10,000 طموح، يحب يعمل مشروع في بلاده. هذه بسط حاجه. انت تمشي تعمل كشك بل ما يعرف. ريتي معاق يشد الصف ما ياخذش. مو هكا ولي مو عنده الاولويه. ريتي انا صح تبدين عندي الحق في رخصه نتاع الواج، رخصه نتاع التاكسي، رخصه تصوري في راسك حتى نتاع بار. هذيك سيغو ما ثماش، ما عندوش الحق باش يعيش في البلاد. يعطيه كرتوش وسايبه خليه يعطيه. والله اعدمه، هو معدوم اعدمه فرد مر. على الاقل الاخر يموت شهيد الاخر. هي تو انت مثال شوفي سيرك مثال. هذاك ولده جائع ما عندوش باكو عليه. مش وسيرك سي سيرك هذاك. يا مسرق الفوق انت تو تشوف له منفاس. هذه ربع الفوق تو تعيش الوط. ريت نظف من فوق والوط تعيش. وريت الحرقه والله ما ضرتونا ساعه عرقونا. كان تاع السريق ومثال وبلادنا تبدا مثال بلاد بلاد من الاخر. اللي عنده موضوع يقوم فيه. ما تظل العباد تعرق وجي لتونس. يا ما تنساش ما عجبك فيها. انت تدوري في الليل هذه عاصمه. مش عاصمه قبل كانت مثال كنا صغار احنا نخدموا لهنا ثم حيويه نشوفوه في الليل ما نشوفوش في النهار ديما ثم ريبيلوت ثم خدمه ثم منتوج تو ما ثميش رستورونات مسكر تو 4 كيلومتر تلقاها في رستورون يوفى وشكون اللي قاعدين يعرقوا مثير يكلحوا من الشعبيه من المنزه من المنهار يمنعكم بالبرج جيب الامن ولاد جبل الله عمرو حي التضامن عبيدي انا بها ربي مدي قوت يا فيروس يتلف تلقط قدامه مثال مش تاهم اللي قبوي مثال لا علي قبوي مثال ما مش مش يعمل تو مش نبرر فيه مروع الحرق اما عبيد معذوره انت شفت له حل هو حرق ما علاش تحكم علي ما تحكمش علي راهم انهم عبيد ملزوزه عبيد ملزوزه فوق الملزوزه مو غادي ريتي ثم عبيد قلت مثال عايش في عايش في زيرو تو زيرو رقم ثم عبيد عايشه في رقم مجهول خليك كلمه الختام كلمه الختام ان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله الحارق ربي معاه من الاخر.